السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to this presentation which is about comparisons. الجرامر الموجود في page 16 ميجا جوثري الصف الثاني ثانوي. طبعا في موضوع الكومبارسنز هذا من المعلوم أننا راح نتعامل مع الصفات بنوعيها، الصفات الطويلة والصفات القصيرة. فلو تلاحظ if you want to compare between these persons or these animals or this building راح نستخدم الصفات. Okay، راح نستخدم الصفات. فخلونا نبدأ مع بعض. في البداية أول شيء يجب أن ننوه لأن الصفات في اللغة الإنجليزية تنقسم إلى نوعين: صفات قصيرة مثل tall, fat, good. لو تلاحظ أن الصفات هذه ما أقدر أجزئها لأنها تتكون من one syllable. ما أقدر أقول tall أو fat أو good، لا تنطق مرة واحدة لأنها أصلا هي تتكون من just one syllable، من مقطع واحد. وفي نوع ثاني اللي هو الصفات الطويلة مثل expensive, dangerous, beautiful. لو تلاحظ الصفات هذه أقدر أجزئها، أقدر أقول X, Pen, Save, Dangerous, Beautiful. أقدر أجزئها لأنها تتكون من أكثر من syllable. هنا مثلا we have three syllables، هنا we have two syllables، here we have three syllables. Okay، فإذا كانت الكلمة أو الصفة تتكون من أكثر من syllable هنا تعتبر صفة طويلة. ليش التجزئة هذه؟ لأنه أثناء تكوين جملة المقارنة راح تفرق معنا في موضوع الستراكتشر حق جملة المقارنة. Let's get start with the short adjectives. راح نبدأ الآن مع الصفات القصيرة، كيف نتعامل معها، كيف نكون عليها جمل مقارنات. لكن في البداية لازم نعرف أن الصفات القصيرة هذه أيضا تنقسم إلى نوعين: صفات منتظمة regular. معنى regular يضاف لها ER عند المقارنة، يعني مثلا short shorter، big bigger أضيف لها ER أثناء المقارنة. وأيضا صفات irregular غير منتظمة لا تقبل ER عند المقارنة، إنما يتغير شكل الصفة بالكامل. أوكي، الحين نأخذ structure، طريقة تركيب أو طريقة صياغة الجملة أثناء المقارنة. أول شيء المقارن الأول أو الشيء الأول، طبعا أنا أرمز له بالحرف A. بعدين الصفة القصيرة المنتظمة مضاف لها ER. After that كلمة than، لاحظوا مخليها باللون الأحمر red color لأنها تعتبر شيء أساسي في تكوين الجملة، زائدا كلمة زائدا الشيء أو الطرف الثاني أو المقارن الثاني. Okay، مثال عندي: My house is bigger than hers. منزلي أكبر من منزلها. لاحظ ما قلت big، bigger than. طيب عندي هنا سؤال: ضع الصفة في الشكل المناسب مع إضافة ما يلزم عشان تصبح جملة perfect في المقارنة. Edward is fast Mike. طبعا بكل بساطة لو تلاحظ ان fast هذه تعتبر صفة منتظمة، اذا اثناء المقارنة لابد اضيف لها ER تصبح faster مع اضافة كلمة than لتصبح الجملة Edward is faster than Mike. Okay، ننتقل الى regular adjectives الصفات القصيرة الغير منتظمة اللي ما تقبل ER، كيف اتعامل معها؟ بالطريقة التالية. طبعا اول شيء لابد نعرف الصفات الغير منتظمة محدودة في اللغة الإنجليزية، فهذه لابد تحفظها. good ما أقول gooder، لا تصبح better، better. bad ما تصبح badder، لا worse، أسوأ من. طبعا good جيد أو تصبح أفضل من، better than. bad worse than أسوأ من. far بعيد ما أقول farer، لا farther than أبعد من. ناخذ مثال عشان تتضح الصورة.
winter is better than summer. الشتاء أفضل له. Better. ما قلت better. Better than summer. راح نأخذ الآن activity بسيط. Australia is far France. ضع الصفة القصيرة في الشكل الصحيح لها مع إضافة ما يلزم. تصبح الجملة Australia is farther than France. Australia is farther than France. بالنسبة للمساواة، إذا حبيت تقول والله الشيء هذا نفس طول الشيء هذا، المنزل هذا نفس حجم المنزل هذا، المبنى هذا نفس ارتفاع المبنى هذا، كيف أصيغ الجملة؟ سهلة جدا بطريقة التالية. أولا المقارن الأول اللي دائما نرمز له بـ A زائدا as الصفة نفس ما هي بدون تغيير زائدا as زائدا المقارنة الثانية اللي نرمز له بالرمز B. ناخذ مثال عليها. Ali is as tall as his brother. Ali is as tall as his brother. طبعا الاز هذه لا تشغل بالك كثير لانها تعتمد على اذا كان مفرد زي علي او اذا كان جمع تحط ار او اذا كان في الماضي او whatever. Okay. المهم انك انت تصيغ او تضع الصفه في الشكل الصحيح لها. نجي الان عند superlative اللي هي صيغه التفضيل. superlative كيف أصيغ جملة في التفضيل في السوبرلاتيف؟ أول شيء ما هو السوبرلاتيف؟ لما أقول والله مثلا الأسرع، الأقوى، الأذكى، الأعلى إلى آخره. أوكي، لما أقول والله هذا المبنى أعلى من هذا ولكن ذاك المبنى هو الأعلى، هذه صيغة السوبرلاتيف. أخذ تكوينها الشيء أو الشيء اللي أنت تتكلم عنه اللي بتصفه مع كلمة ذا، ذا اللي هي تقابل ال للتعريف، الأسرع، الأقوى، مع الصفة القصيرة مضاف لها EST، طبعا سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة كلها نفس تعامل نفس المعاملة. إذا الشيء اللي أنت تصفه زائدا كلمة ذا زائدا الصفة القصيرة زائدا EST. شوف عندي مثال هنا. This is the smallest box I have ever seen. هذا هو الصندوق الأصغر الذي رأيته على الإطلاق. The smallest. The smallest. خطا أقول the small أو the smaller. لا. The smallest. هذا هو الصندوق الأصغر. لو حبيت تضيفها في جملة كاملة أو مقارنة كاملة. My house is bigger than yours. منزلي أكبر من منزلك. But John's house is the biggest. The biggest. Okay. فهذا كان موضوع superlative. خلينا نشوف practice. تطبيق عملي. We want to compare between this man مع هذا this boy باستخدام كلمة fat. حاول تجرب. طبعا تقدر تصيغ أكثر من جملة. This man is fatter than this boy for example. We want to compare between this car and this car. Okay, for example you can say I think this is Bugatti. I think maybe Bugatti is faster than Accent. Okay. We have this map. طبعا عند الخريطة هذه تقدر you can use or you can make a lot of comparison sentence. تقدر تصيغ أكثر من جملة مقارنة. For example يعني خلينا نقول مثلا want to compare between مثلا Iceland مع مثلا for example Poland من ناحية الفار البعد. ناحية المسافة distance. Let us suppose خلونا نفترض أن أنا الآن here in Spain.
أقدر أقول إنه أيسلاند farther than Poland. Okay. من ناحية الحجم والمساحة مثلا. Okay. والله Germany bigger than مثلا for example Latvia. Okay. أكبر من and so on. Okay. Spain as big as France. حجمها نفس حجم فرنسا. Okay. ف you can make as I told you a lot of comparative sentence, أكثر من جملة مقارنة. طيب راح ننتقل الآن إلى، طبعا خلصنا من short adjectives بنوعيها ال regular و irregular. الآن راح ننتقل إلى long adjectives، الصفات الطويلة. عند مقارنة الصفات الطويلة فإننا نضع قبلها إما more أو less بدون ما نتغير أي شيء على الصفة الطويلة. الاستراكشر حقها كيف نركب جملة مقارنة في الصفات الطويلة، الاسم أو الشيء الأول زائد more أو less، more أكثر less أقل، زائد الصفة الطويلة، زائدا than، زائدا الاسم الثاني. طبعا الصفات الطويلة زي expensive، زي dangerous، زي beautiful، زي interesting إلى آخره. Okay. فإذا الاسم زائدا more or less زائدا الصفة الطويلة زائدا than زائدا الاسم الثاني المقارن الثاني. For example, French is more difficult than English. اللغة الفرنسية أصعب من اللغة الإنجليزية. More difficult أصعب. Okay. طيب. Now we want to compare between tiger and lion. من ناحية dangerous، من ناحية الخطورة إلى آخره. Okay. تقدر تقول مثلا the lion is more dangerous than tiger. أو عشاق التايجر يقولون والله لا، tiger is more dangerous than lion. Okay. فهذه بالنسبة لمقارنة الصفات الطويلة. بالنسبة للمساواة، كيف أقول والله الأسد خطورة نفس خطورة النمر، البي ام دبليو سعرها نفس سعر المرسيدس for example. الاسم زائدا as، الصفة as زائدا الاسم. لو تلاحظ أنها نفس طريقة الكواليتي في الصفات القصيرة. Paris is beautiful as London. Paris as beautiful as London. باريس جميلة مثل جمال لندن. Okay. بالنسبة للتفضيل، كيف أصيغ جملة في التفضيل؟ Superlative. الاسم الأول زائدا the زائدا least أو most زائدا الصفة الطويلة. لاحظ في الصفات القصيرة كنا نقول the زائد الصفة القصيرة مضاف لها est، هنا لا، the زائد most أو least زائد الصفة الطويلة. For example, this is the least expensive sweater in the store. هذا هو القميص الأرخص في هذا المتجر. Okay. لو حبينا نحطها في جملة مقارنة كاملة باستخدام السوبرلاتيف، the wolf is more dangerous than hyena but the tiger is the most dangerous. الذئب أخطر من الضبع ولكن النمر هو الأخطر. لكن النمر هو الأخطر. Practice، خلينا نشوف. We want to compare between hyena and wild dog. الكلب البري مع الضبع. Okay, تقدر تقول for example. Just wait. Hyena is more dangerous than wild dog. تقدر تقول كده. Now we want to compare between London and Paris. طبعا هنا تقدر you can compare
باستخدام أكثر من صفة، من ناحية ازدحام السكان، من ناحية الجمال، من ناحية الشهرة، من ناحية أشياء كثيرة، من ناحية الغلاء، المعيشة. For example تقدر تقول والله Paris more beautiful than London، تقدر تقول والله London more crowded than Paris، أكثر ازدحاماً. تقدر تقول والله Paris as beautiful as London، مثلا من ناحية المعيشة. مثلا for example London as expensive as مثلا for example Paris and so on. Okay. هذا كان البرزنتيشن حق الجرامر الكومبيرسنز الموجود في صفحة 16 من ميجا جول 3 للصف الثاني ثانوي. Thank you so much. See you later.